حيث سيسدل الستار على بركة الله بعد أشواط هذا المساء. وعلى بركة الله انطلق مشاهدين الأعزاء حفل الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله انطلق مشاهدين الأعزاء في هذه الأثناء في هذه اللحظات حفل الختام. مسك المهرجان شوط التاريخ. من يا ترى بطل معركة اليوم؟ من يتوج بأغلى الرموز؟ من يتوج بالسيف ليرفعه عاليا من يدرع المهرجان؟ سعادة الشيخ خليفة بن حمد الحاضر في هذا المساء ليرفعه عاليا من يدرع المهرجان ليشاهده كل محبي هذه الرياضة في العالم كافة. الكل يحلم، الكل يتمنى هذا الشرف، الكل يسعى للوصول إلى منصة التتويج والشرف في أوسع أبوابه. هل هناك اسم جديد سيسجل في سجل الذهب، سجل السيوف؟ هل يبقى السيف؟ هل يغادر؟ كلها لحظات ودقائق وتبين الحقائق في شوط أكون أو لا أكون. هكذا مشاهدين الأعزاء تمت انطلاقة أغلى الأشواط. 10.5 مليون هي جوائز هذا الشوط. السيف 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 الفضي، بالإضافة إلى جائزة 5 مليون ريال بانتظار الفائز في هذا الشوط. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مراسيل. عبد الله بن ناصر الشنجل يقدم مراسيل في أقوى الأشواط في شوط السيف بشعار الشنجل لتحتل الصدارة، لتنطلق انطلاقة الأبطال في أشواط الأبطال. بينما النقل إلى المركز الثاني لتصل وتتسلل غصة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدما غصة على المركز الثاني. بينما دور المركز الثالث وصلت سليل حمد بن غانم بن سلطان الهديفي احد ابطال معاذر ايضا الممثلين لابناء معاذر، بطل من ابطال ميدان التحدي، قادم مع سليل في شوط الفخر في شوط الرفعة والعزة. سليل 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 على المركز الثالث. بناصر قادم مع سليل. ننتقل للمركز الخامس. وصلت غيهبان ابطال مرغم حاضرين في شوط ايضا الابطال. المركز الرابع غيهبان حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق قادم باربعة اسماء، اسماء قوية حاضرة في هذا الشوط في هذا المهرجان مسك الختام. بينما المركز الخامس وصلت تذكار سعيد جابر عبد الله مقدما تذكار الباحث عن السيف الطامح للسيف. سعيد جابر عبد الله احد اقوى المنافسين في شوط الاقوياء في شوط المهرجان. هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء في هذا المساء. تصدرت المشهد في هذه اللحظات وانطلقت الى الامام حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مقدما سليل. ولكن اوراق حرق، اوراق ايضا كر وفر ما بين المخططين، ما بين ايضا المتكتكين لهذا الشوط الرئيسي. نشاهد هذه الانطلاقات، هذا الضغط المستمر على مقدمة الشوط من أكثر من شعار. بينما سليل تثبت في المركز الثاني، غيرت في هذه اللحظات وانطلقت غيهبان لتنطلق في غياهب السيف، في غياهب هذا السيف المعتم المظلم. حتى هذه اللحظات أيضا النتيجة والرؤية ضبابية. غياهب هذا السيف، السيف الفضي، انطلقت غيهبان حمد بن راشد بن غدير المقدم لأكثر من اسم في هذا الشوط، بحثا وطمعا وتمنيا لانتزاع ناموسه، لانتزاع سيف الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. أغلى أشواط المهرجان سليل حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يقدم سليل على المركز الثاني. ممثل معيدر الدائم الليلة أبو غانم ممثل أبناء الشحانية في هذا الشوط. بينما المركز الثالث وصلت فيه غصة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ملك السيوف، ملك السيوف، ملك السيوف، قادم مع المركز الثالث. ولكن دخول وتسلل من قبل تذكار، تذكار، تذكار سعيد بن جابر بن عبد الله يقدم تذكار في شوط الأبطال.
في شوط الأقوياء، أكون أو لا أكون يا شقي في هذا السيف، في هذا الشوط، في شوط التاريخ. الله يا سلام، المركز الثالث الرابع وصلت في هذه اللحظات مراسيل عبد الله بن ناصر الشنجل، ولكن المركز الخامس تصل في أول نداء اسم جديد، وصلت ملوح، وصلت ملوح، اسمها في الأفق يلوح، في السيف، في السيف، في السيف يا بن نصرة، يا بن نصرة، ليلة الانتصارات، ليلة الأقوياء، ليلة الحضور، ليلة الحضور الجماهيري، الحضور الطاغي في الشوط الطاغي. وصلت في هذه اللحظات ملوح لمبارك بن محمد بن صالح بن نصرة العامري على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما أو في المركز الخامس، بينما الهجوم من الجموح، حمد بن راشد بن غدير على المركز الخامس، جمحت الجموح، تسللت الجموح إلى المركز الخامس مع أبناء وأبطال مرغم القادمين من دبي للمشاركة في هذه اللحظات. شوطي فر الرأس يا مضمرين، شوطي فر الرأس، شوط أيضا حرق أعصاب. السيف إلى أين؟ هل يمسي سيفنا الغالي أم يغادر إلى الأخوان والأشقاء الباحثين الطامحين الانتزاع لاقتناء هذا السيف وهذا الشوط التاريخي، حق مشروع لجميع المشاركين، سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الغالي الأمير الوالد. يا مغلى هذا المهرجان، لأنه يحمل اسم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه وأطال في عمره. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى سليل أبناء الميدان محافظين حتى هذه اللحظات على نصاب السيف، على نصاب السيف، بناصر متمسك بالسيف من خلال انطلاقة سليل في مقدمة الشوط، على الرغم من هذه الضغوط المتواصلة عليها من قبل العديد والعديد من الأسماء. أول الضاغطات غيهبان الواثق 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 حمد بن راشد بن غدير الغازي لهذا السيف بأكثر من اسم، المتسلح بأكثر من دلول في هذا الشوط، بينما المركز الثالث سعيد جابر عبد الله. يا سلام، تذكار، هل يبقى هذا الشوط تذكار مع تذكار؟ هل تتذكر الأجيال القادمة في مثل هذه الليلة التاريخية، في مثل هذه الليلة التنافسية؟ الرابع من فبراير، سجل يا تاريخ، بطل جديد أم اسم جديد أم بطل من أيضا الأقوياء، الأسماء التي حازت على السيوف في السنوات الماضية وفي هذا العام، هل تعيد الإنجاز أم يكون هناك اسم جديد يسجل في هذا المهرجان؟ بن نصرة قادم، ملوح بن نصرة قادمة مع المركز الرابع، ملوح القادمة من ميدان الوثبة للمشاركة في ميدان التحدي. أبناء ميادين الخليج، من المرموم، من أيضا المملكة العربية السعودية، من كل مكان أتت السبق، أتت الأصايل للمنافسة في مسك الختام، في مسك الختام. ملوح على المركز الرابع، ولكن الجموح، 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 حمد بن راشد بن غدير قادم مع الجموح، قادم مع الجموح، قادم مع الجموح على المركز الخامس. هجن السيلية أراها تقتل، وهجن المسند، وأيضا العديد والعديد من الشعارات تصل في هذه اللحظات، وبدأ الشوط يقترب من بعضه البعض. العودة إلى شعارك يا أبو ناصر، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، حمد بن غانم يا الغانم، دائما في أشواط الرموز، في أشواط السيوف. أبو ناصر مع المقدمة، سليل، سليل، سليل في أقوى الأشواط، في شوط المعترك، في شوط القمة، في شوط الإثارة. السيف كيلو وين فقط لا غير، عن السيف يا مضمرين، عن السيف يا ملاك، عن السيف يا متابعين. السيف المنصة الرئيسية، مكان التتويج هناك مع المنصة. ما زالت سليل على المقدمة، تسللت في هذه اللحظات غيهبان لتبحر في الأمتار الأخيرة. الواثق، الواثق وبطل معذر، معركة، معركة، معركة طاحنة على السيف، طاحنة على السيف.
السيف، طاحنة على السيف، مسك الختام. شوط المهرجان، شوط المهرجان. المنصة الرئيسية تقترب الكيلو ونصف الكيلو عن السيف، عن سيف المهرجان. يوسلوم غيهبان تقدم هذا المستوى الفنان، هذا المستوى الكبير. سليل على المركز الثاني، وتصل في هذه اللحظات ملوح مع شعار بالنصرة، بينما المركز الرابع أول نداء المزروعة، آخر الصفقات مع شعار هجن السالية، مع اللورد، مع اللورد، مع اللورد. من يبدل الصفقات ويبرم الصفقات، تلو الصفقات، تلو الصفقات للظفر بشوط السيف، للظفر بشوط المهرجان، بالظفر بشوطي وسيف يا أمير الأمير الوالد الغالي. وصلت في هذه اللحظات أحد الصفقات الرابحة، المزروعة، المزروعة، المزروعة هجن السالية، وتصل في هذه اللحظات. وصلت باركلين، أم السيوف، أم السيوف، أم السيوف، تبحث عن السيف الرابع، تبحث عن السيف الرابع. وأيضا وصلت طاقة ناصر بن عبد الله المسند، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، ولكن ما زالت المقدمة مع غيهبان، 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 مع السيف، مع السيف بن غدير الواثق، الواثق. العيد قادم، هجن السالية قادمة، لا 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 لا، يبغون السيف، يبغون السيف، هجن السالية، لا تفرط بالسيف، لا تفرط بالسيف. يا سلام، معركة السيف، معركة السيف بين الاثنين، بين العيدة، بين الواثق، بين اللورد، بين الواثق. غيهبان، مزروعة، المزروعة، المزروعة، السيف يمسي أم يغادر، يمسي أم يغادر. الغيهبان، غيهبان، والمزروعة، غيهبان، والمزروعة. اللحظات الحاسمة، سيف المهرجان، سيف المهرجان، شحاني وهلا إلى أبناء مرغم، أبناء مرغم، أبناء مرغم، أبناء مرغم. يغادر أيها الأعزاء، يغادر أيها الأعزاء، ولكن المزروعة يا هشوط. السيف، 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 مع أبناء مرغم، مع أبناء مرغم، 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 مرغم. غيهبان، 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 تنتزع السيف، تنتزع السيف، تنتزع السيف. إلى الواثق، إلى الواثق، إلى الواثق. سيف المهرجان، سيف المهرجان، مع الواثق. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاختبي على انتزاع السيف، على انتزاع السيف. سلام يا مرغم، سلام، سلام يا مرغم، سلام. غيهبان تنتزع السيف الغالي، سيف المهرجان، مع ابن غدير، مع ابن مرغم. تهانينا نزفها على الهواء مباشرة لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي المركز الثاني. وصلت المزروعة لهجن السالية المركز الثالث، المركز الثالث كهرماء لناصر بن عبد الله المسند، المركز الرابع، المركز الرابع حاضرين لناصر بن عبد الله المسند، المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه، في المركز الخامس هملولة لمنصور بن سعيد بن قدر الحبابي. إذن غيهبان تقطع المسافة في 12 دقيقة 16 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن غدير المركز الثاني. المزروعة قطعت المسافة في 12 دقيقة 17 ثانية 21 جزء من الثانية. التهاني لهجن السيلية، وتهانينا لعبد الله بن سعيد العيدة ولي علي بن حمد بن مقارح. المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث كهرماء، قطعت المسافة في 12 دقيقة 19 ثانية 61 جزء من الثانية. التهاني لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وتهانينا للشرس راشد بن بطيزة.